طيب برضو من وجهة نظرك شايف يعني هل في شروط معينة لازم تكون موجودة في أي حد بينشد يعني غير الصوت الحلو؟ هل في شروط تانية؟ هو زي ما قلت لحضرتك الصوت ده رقم واحد، الموهبه دي بتاعت أكيد. ربنا سبحانه وتعالى، ما دام ربنا ادى الانسان الموهبه الانسان المفروض انه يشتغل عليها، يشتغل على انه يسمع كويس ويدرس ويفهم كويس، وبرضه يتعامل مع شعراء وملحنين لان ده دول بيفيدوك كتير جدا. يعني الكلمه الحلوه لها اثر في النفس، الانسان لما يقرا قصيده كده ويعني بيحس انه بيقراها بقلبه مش بلسانه او بيسمعها بودنه، لا بقلبه، لحين لما المستمع يسمعها تدخل قلبه، لان ما خرج من القلب وصل الى القلب زي ما بيقول. فده برضو عليه عامل كبير جدا، الانسان دايما يبحث عن الكلمه الجديده واللحن الجديد طبعا. والتراث طبعا ما ننساوش، التراث ده حاجه اساسيه معانا، لازم طبعا نفتخر ونتباهى بكل تراثنا الجميل الديني العظيم. أكيد.